هنا اليوم دخلتي عالم البيع؟ أكيد. كم لوحة بعتي للحين؟ صراحة كثير يعني من 5 سنوات وأنا أبيع. يعني للي يشوفنا اليوم مثلاً الأعمار الصغيرة لو عندهم ذا الموهبة ممكن هذا الفن إذا تفرغ له يعني يحقق الشغف اللي داخله وأيضاً مردود مادي كويس؟ أيوة أكيد، إذا كان يتقن الوجه ويتقن رسم الوجه والبورتري ما يمنع أنه يدخل هذا المجال. طيب أنتوا من يسوق لكم؟ أنت تسوقين بشكل فردي ولا في جهات تسوق لكم؟ إحنا على سناب شات موجودين، إحنا فنانين مع بعض ندعم بعض يعني كفنانين تشكيلين. ويجيك طلبات أحد عنده بيت جديد مثلاً أو عنده مكتب أو عنده يعني يحب يجمع اللوحات؟ أيوة أكيد يجي طلبات يعني. وتنفذين اللي يبغى هو ولا أنت تقترحين؟ لا أنفذ نفس الطلب اللي هو يبغى، حتى إذا كان ممكن أقترح عليه إذا كان في شيء أشوفه غلط، تنسيق الألوان مو مناسب للصورة أو للأثاث، ممكن أنا أقترح عليه أنه يغير في الألوان. لكن بالنهاية أنا أرضي العميل يعني. ما يأثر على إحساسك على روحك في الشكل العام؟ هو إحساس تقريبا، أنا أرسم البورتريه، أنا أرسم الوجه نفسه، الخلفيات واللبس والأشياء هذه هي اللي نختلف عليها بقى. لما الوجه نفسه أرسمه هو نفس الإحساس، نفس الطريقة، نفس يعني نفس التكنيك. طيب سعر اللوحة متوسط كم؟ متوسط سعر اللوحة عندي يبدأ من 300، حسب، في 500 إذا كانت بدون مقاس. ألوان لا، هي نفس المقاس بدون ألوان 300، بالألوان 500، بعدين تبدأ كل ما زاد المقاس زاد السعر. لا يبغالك طريقة تسويق، مفروض تبيعين بأكثر من كذا. هي جميلة في الهدايا. لا هي أنا أرسم جميلة. صراحة سكتش سريع، سكتش السريع هذا هو أسعاره كذا رخيصة، لكن الأسعار اللي تكون اللي زي ما تقول غالية حسب المقاس، إذا دخل فيها ألوان الزيت ودخل فيها الأكريليك طبعاً هذه أسعار مختلفة، يعني أنا أختلف في هذه الأسعار. ترى صالح وسعودي يبيعون مبالغ أعلى ترى. أنا عارفة. هم ما شاء الله من زمان. هم ما شاء الله من زمان داخلين مجال البيع. طيب احنا نستفيد منها، ما هي تستفيد منها لانها قاعده تقدم شيء جميل صراحه. صح يعني. هو شوفي دائما الاعمال اللي فيها فن الاعمار فيها ما لها علاقه، او الخبره ما لها علاقه. صح. فن ممكن يجي احد يرجع الاسم الفنان الاسم بس هذا تراكم الفنان. علي الفنان اكثر الفنانين العالميين المشهورين ترى ماتوا فقراء، لوحاتهم الان تباع بالملايين. صحيح. فان جوخ، بيكاسو، اسماء كثيره يعني، مات فقير، لوحات تتباع الان بالملايين. صحيح. مثل يعني اذا بيرسم ضياء عزيز الفنان القامه الفنيه يرسم بورتريه، مو زي مثل فنان مبتدئ. صحيح. يعني هذا التوقيع الفنان يعني صنع اسمه. صح. بس انا يا دكتوره اليوم لما يبيع يعني الله يزيده يبيع ب 300,000 ولا بمليون ولا ب 500 ويمكن اكثر. إيه. وهي تبيع ب 300، لا في جاب كبير. انا اقصد انه تقدير الفن مهم جدا. أنا بس أخيرا هنا هذا موضوع يبغى له حلقة كاملة اللي هو تقدير الفن. شفتوا طمعين، شفتوا والله المجتمع نفسه يرفض. لا بنتكلم بنتكلم فيها بس تفضل يعني. المجتمع نفسه يرفض أنه يدفع مبلغ كبير على اللوحة، فكذا يعني هم تنباع لهم لوحة ممكن في السنة لوحة أو لوحتين، لكن مثلا اللي زي يبيع في الأسبوع 10-15 لوحة. وليش هي تفرق صح؟ وليش إذا راح باريس ممكن يدفع أضعاف المبلغ على برضه فنانة ولا فنان مبتدئ؟ عشانه يعني جنسيته فرنسي ولا ايطالي؟ صح. لا في ناس ترى عندهم هوس الجنسيه انا اليوم صراحه اشوف ترى يمكن وصل لكم هذا الشيء، في فنانين عالميين وفي ناس مهتمين بالفنون. لما بدينا شارع الفن وسووا اللي سووه في جده ولما عملوا هنا واكتشفنا عدد الشباب والشابات اللي عندنا في السعوديه موهوبين ومعتزين بهذا الشيء، ترى فاجأوا العالم. الناس كانوا يعتقدون جافين، والان مع وزاره الثقافه ومع الهيئات الجديده انا اتوقع انه مستقبلا راح يكون افضل. ولعلنا نتذكر كلمه مهمه جدا قالها الامير محمد بن سلمان وهو يعني يعمل برزنتيشن ويشرح للملك سلمان الله يعطيه طولة العمر في مشروع الرياض الجديده، لما تكلم عن الارت تحديدا قال انه هدفنا انه الفنانين السعوديين يكونوا متواجدين بفنا وانه يعود مردود عليهم مالي ايضا جيد. فاذا كان هذا وعي راس الهرم هذا امر يعني رائع جدا ويثلج الصدر صراحه. هذا المفروض يحصل. فبالعكس انا اتوقع المستقبل لكم.